ليلى اسكندر تعجبك ممثلة ولا مغنية ولا شيء؟ ايش فيها فوزية الدروع؟ شو رأي فوزي دريع؟ شوفوا فوزي دريع دكتورة، عندها علم أكيد الكل وايد ناس منتفع منه، هذا إحنا ما عمرنا ناقشناه لأنه ندري متخصصة، عندها إلمام في الصحة النفسية الجنسية، في ناس وايد تحتاجها، حال الدكتور أو الدكتورة اللي يكون تخصصهم مثلا أمراض نساء وولادة كذي، نفس الناس تحتاج لهذا التخصص، ولكن إحنا مختلفين باختيار المفردات اللي في بعض فيديوهاتها، بس هذا اللي إحنا عندنا موضوع فيه غير كذي مفيش. نجات ثانك يو. ايش رايك مي بكريم الكافيار تبع دانا؟ ممتاز صدقون، كنت بتخوفوا منه بس ممتاز. لا المشكلة مو هذا موضوعنا، مين محسن ان هي ما تبي حد ينتقدها، طازت لي فويزات وانت اللي يتكلم في شرفك، من يتكلم في شرفك الحين؟ انت مسوية مشهد والله وخدع، وهذه ممكن تكون خدعة، ليش احنا حمير ما نفهم انت يعني؟ لا والله صدق، وانت ببطن امك احنا نعرف في الخدع والدنيا قبل ما، وهذا اللي صار مو خدعة، وتبكي وماش مسوية. يبا بقول لك شيء، بقول لك كلمة وصلوا حق نورين محسن، ما تبين أحد ينتقدك، ما أنت قد حمل الانتقاد، سكتي وقاعدة ببيتكم ولا تمثلين، بتمثلين بتمشين الكرة الأرضية ما يمشي. لا كلام ما شنو، الله ما أدري شنو هالعالم اللي مو قد النقد. انتقدت ان البرنامج المسلسل هذا كله على بعضه فيه اساءات وفيه وايد مشاهد متجاوزه، اعظمهم هذا المشهد، كانت تقدر تقول ما اسوي، بس هي تبي تسوي عشان يكون في لغط، والحين قمت من طريقه الاوفر مالها، والله العظيم من طريقه الاوفر مالتها يوم امس ما دزت لي الفويسات وهذا، والله قمت اشك انه فعلا ان لما الصوت اللي دقت علي ودقت على صالح الجسمي وتطاولت ورجعنا التليفون، قلت لا، كنت اشك انه مو احد ثاني، قمت اشك انه مو احد ثاني، لان طريقة الاوفر هذه. ثانك يو نجات. نرمين حساف انهجت برنامجك ميوشي، والله كيفه. او شيء ثانك يو شامبيون. ثاني شيء انا مو متحس نهاية البرنامج، تكلمنا تناقشنا، بس انا لاحظت عندها شغلة من اللقاء،
عندها وايد أشياء فيديوهات تنزلها بالسوشيال ميديا وما تبي أحد يناقشها في هذا الموضوع، ما تبي أحد يكلمها، ما تبي أحد يواجهها إن أنت ترى سويت الشيء الفلاني، إن أنت نزلت الفيديو، لا ما أبي، مو حابة، ما أدري شنو، وكلمة تويتر. ما أعرف منو أمين الأنصاري أمانة عشان أقدر أفيدكم في شيء، ما أعرف منو أمين الأنصاري. أخبار فجر سعيد زين الحمد لله. يبا ممكن ما بي اسم اسامي ناس انا قاطع علاقتي فيها، يا اما رب الكعبه الحين جاي لك بلوك. ام توكو ثانك يو. لا تعطون قيمة حق نضال، نضال إنسانة بلا قيمة. زين يلا بلوك. ايش الافلام والمسلسلات القويه اللي عجبتك عن غزو الكويت؟ ولا مسلسل، ولا مسلسل تحكي عن غزو الكويت بشكل صحيح، ولا مسلسل. بس طبعا طبعا افضلهم عيال كريه، كان يعني مسلسل درامي كامل بعدين دشوا على كم حلقه عن الغزو، كان اوقع. صار ليله مو واقعي. صيف بارد هذا سيء لأقصى درجات بالنسبة لكل المثيرات اللي اشتغلوا فيه. لا ما أتحمل أنا المالديف، المالديف فيها نسبة رطوبة عالية، أنا ما أتحمل، أنا أختنق من الأماكن اللي فيها نسبة رطوبة عالية. حتى أنا أتذكر أول ما من الناس اللي راحوا له كان ندى فاضل، ندى قالت لي، قالت لي ما مكان راح ترتاحين فيه بس مشكلته إنه في نسبة رطوبة عالية. قلت لها أنا ما أقدر صح اروح مكان فيه نسبة رطوبة عالية اختنق. ان شاء الله ان شاء الله ناخذهم قست فرح وعقيل قبل الحلقة بيوم. بلوك قلنا لكم اسامي ما نبي، كيفكم؟ والله كل واحد حر، انا عند نفسي اي مي اكثر شخصية فنية تحبينها ككوميديا؟ حياة الفهد، حياة الفهد بالكوميديا والله ولا حد يعيشها. اي هذا الخميس فرح وعقيل. إذا أنت تسألني عن طارق العلي وهي شعيبي، يا أخي روح تسألهم أمه. يعني لا أنا عندي علاقة مع هي ولا عندي علاقة مع طارق، أرد عليك على أي أساس؟ على أي مبدأ؟ أنت قبل ما تطرح سؤالك تبي مني الرد، روح ليش ما تسأل نفسك أنت شنو علاقتي أنا بالاثنين؟ اللي قاعد يحط كل شوية نقطة برا. انطرد انطرد فهد.
ما يتوقع ان عبد الله بهمن بينجح بالتقديم هالسنه؟ والله ريفان ما ينعرف له، بس يعني هو لو ركز على التمثيل احسن له. هو المشكله مو عارف يركز على شيء، ركز فتح له مشاريع وما كملها، تمثيل يوم والثاني قاعد يشتغل بعدين يوقف يقول اعتزلت، بعدين يروح يقدم، بعدين ما احنا فاهمين هو ايش يبي. مره يقول اعتزلت، مره يقول برشح نفسي مجلس الامه، ما فهمنا. مو قاعد يعطي شيء، قاعد يشتت قدراته. شنو تنصحين تتابعين في رمضان؟ مع حصة قلم وروتين عبرة شارع ورحلة انتظار، أعتقد هذول الأبرز. أنا مو من عشاق هدى حسين، فاللي بيطلع عطر الروح يروح. دانا طورش نزلت معاي في كشف حساب، شنو بنزلها كل أسبوع؟ مبارك دمه خفيف وايد. بسم الله عليها، زوجته جميلة، زوجة مبارك المانع. التقيت فيها مرة صدفة بالأفينيوز، قالت لي أنا زوجة مبارك المانع، قلت لها انت زوجة هالجيكر؟ قامت تضحك. مو نجمة، صح كلامها رفان، كلامها صح. لازم تفرقون بين الفنان الممتاز والنجم. يعني انت الحين لو قبل كامل تنزل مسرحية تقطعوا لها تذاكر، تدفعون مثلا قيمة المصريين 2000 جنيه، 2000 جنيه انت تقطع لها تذكرة ما تروح. حين إيراد ينزل مسرحية هني بطولته، تقطعوا له 25 دينار تذكرة عشان تدشون تطلعونه؟ لا، بس تدشون حق حسن البلام، تدشون حق طارق. هذا الفرق بين النجم والمو نجم. مو حابته برنامج محمد قلم، مو حابته. يجيب ناس صح بس إعداده وايد ضعيف، يجيب ناس صح بس إعداده ضعيف، يسوي شو بس بعدين ينسي. يعني أنا أقول لكم شيء، حلقات محمد قلم لما يخلص السيزون ما تفكر تطالعها. كان مصفر مسلسل عجيب. إعداده تقديمه ضعيف مرة. إيه طبعا، مو هذا أقول لكم شيء، في فرق بين الناشط بالسوشيال ميديا أو مغرد وبين اللايف شو، يعني يفرق. شراش مي عبد الله سوي، تقعين سوي التجميل، سوي التجميل ولا ما سوي التجميل، راجع لها كيفها كيفها كيفها، شي راجع لها. انت لك حقية، ما لك حقية تقول والله هي كانت احلى كانت كيفها، شي راجع لها هي شخصي. شان ايه ما تتدخل فيكم، انتوا ايش قاعد تسوون باعماركم؟ كان
تجميل إن كان ما أدري شنو تنحيف، كيف قاعد تحرم نفسه؟ زينة كرم كانت ناجحة، اليوم خلاص ذكرى بس جميلة. إيه استقلال أحمد ماخذ الجنسية البحرينية لأن زوجها بحريني ومقيمة في البحرين.